كيف تشعر، ما هو شعورك، كيف تشعر حول يعني فيما يتعلق بالسبايدرز العناكب، موسكيتوز البعوض، البعوض اوكي، سبايدرز موسكيتوز، and the animals below، والحيوان الحيوانات في الأسفل. طيب discuss with a partner، ناقش هذا الشيء مع زميلك شريكك. Try to give reasons، حاول أن تقدم وتعطي أسباب for your feelings، لمشاعرك. خلينا نشوف هنا، نشوف هنا student A و student B مثلا، يقول له I hate، I don't mind، I don't إلى آخره. I hate أنا أكره، I don't mind أنا لا أمانع، يعني ما عندي مانع، أو خلينا نقول يعني لا ضير في ذلك من فلان شيء. I'm afraid of، أنا أخشى أو أخاف من. I'm not afraid of، أنا لا أخاف من. I like، أنا أحب. هاي نوع من التعبيرات تعبر عن المشاعر. زين، مثلا I hate horses، أنا أكره الأحصنة. Spiders، I hate مثلا spiders، إذا تريد تستخدم واحدة من هذه مع أي واحدة من ذني. وقلناهن spiders، mosquitoes، flies، هنا تجي flies معنى ذباب. فلاي يطير، فلاي يطير كفير فعل، وهنا فلاي فلاي تجي معنى ذبابه، نجمعها تحول الواي الى اي ونحط اس فصير فلايز. اوكي زين، فهنا تنجمع لان هنا ناون واسم ويجمع يجي معنى ذباب، بما ان احنا نتحدث عن الحشرات فهنا فلايز تجي معنى ذباب. فالكونز، فالكونز نسور، فالكونز هنا عندنا نسور او صقر، صقر فالكونز صقر. اوكي طيب ستودنت بي، ستودنت بي طبعا هنا اذا انت يعني تعبر عن مشاعرك تقول اني اكره فلان حيوان، انا لا يعني ما عندي مانع من وجود فلان حيوان، انا اخاف من فلان حيوان، انا لا اخاف وانا احب يعني الحيوان سين او صاد، فصديقك راح يقول سو دو اي، كذلك انا، نيذر دو اي، وكذلك انا، ولكن هذا شنو عندنا سو تجي مع الجمله المثبته، والنيذر او نايذر تجي مع الجمله المنفيه. عندنا هنا سو، سو مع الجمله هسه هاي مثلا اي هيت هورسز، سو دو اي، اي دونت مايند سبايدرز، نيذر دو اي، اوكي ام افريد اوف، اوكي فلان شيء وهكذا، هاي سو ام اي، نيذر ام اي، و اي دونت مايند الى اخره. اوكي قاعدتها بسيطة جدا، السو مع الجملة المثبتة، والنيذر أو النايذر تجي مع الجملة المنفية. نايذر أو نيذر نفس اللفظ، تيادي تقدر تلفظها بلفظين وصحيحة، نايذر أو نيذر عادي، شوف يا هلا أسهل لك. Look at the pictures، look at the picture and guess the answers these questions، ميثاق and مشتاق، then listen and check your ideas، okay؟ يقول انظر الى الصور واحزر او خمن الاجوبه الى هذه الاسئله. اوكي الاسئله اللي يعني about عن شنو، عن ميثاق ومشتاق، ثم استمع ودقق او تحقق من افكارك. اوكي how does ميثاق، how does ميثاق، ميثاق feel about spiders، كيف يشعر ميثاق في يعني فيما يتعلق، ما هو شعوره تجاه السبايدرز، هنا عندنا العناكب، سبايدرز العناكب. How does ميثاق feel about spiders؟ مشتاق، how does مشتاق feel about spiders؟ كيف يشعر ميثاق حول العناكب؟ Are spiders useful؟ هل العناكب مفيدة؟ What is ميثاق going to do with this spider؟ ماذا يعني ينوي ميثاق ان يفعل مع هذا او بهذا السبايدر، بهذا العنكبوت. هنا عندنا الشخصين مشتاق وميثاق. اوكي وهنا راح نشوف، وعندنا ملف صوتي، عندنا ملف صوتي اعزائي اللي هو دعاش نستمع اليه مره ثالثه مع الترجمه. هنا مشتاق يقول له مرحبا ميثاق، شلون نقول له مشتاق هلا قبل دون هاي، المهم قال له ما المشكله، قال له انظر اكو هناك عنكبوت على كتابي، قال له واذا شنو يعني سو، واذا شنو يعني ماذا عنهم،
قال I can't get my book and لا أستطيع الحصول على كتابي. Why not؟ ولم لا؟ I hate spiders and أكره العناكب. صدق حقا؟ I don't mind them. ما عندي مانع من وجودهم. ما لا أبالي. أنا لا أبالي. You must be joking. لابد أنك تمزح. No, I'm not joking. كلا أنا لا أمزح. Most spiders are harmless. أغلب العناكب تكون غير ضارة. أنا لا أخشى منها. لست خائفا منها. لكن فقط ما أحبها يعني. هنا شو يقول له؟ يقول له إذا لم يكن هناك عناكب فأنت لن تكون سعيدا. قال له صدق؟ قال له لا أنا لا أكون سعيد. I would. قال له كلا I wouldn't. أنت لن تكون كذلك. They eat mosquitoes. فهي تأكل البعوض. You know. أنت تعرف ذلك. والذباب. قال له ها. I suppose they are useful. أفترض أنها مفيدة إذن. يقول له هي فعلا مفيدة. مفيدة جدا. إذا إحنا لم يكن لدينا عناكب نحن سوف يعني يكون لدينا المزيد من البعوض. قال له حسنا حسنا. لكن ماكو هناك أي بعوض إن هير. ماكو هناك بعوض هنا. قال له لذلك نحن لا نحتاج أي عناكب. قال له ماشي. راح أطلعها برا. I'll put it outside. Thanks. مشتاق. شكرا لك يا مشتاق. بلاحظ هنا أعزائي الأجوبة راح تكون كالتالي. الأجوبة هنا راح تكون هنا الأنسرز بالنسبة لي إنه هو ده قال لي. هاي الأجوبة مالتها هنا راح تكون أجوبة هذه الصفحة بعد أن يعني قرأتوها لو تشوفوها هنا. دول الشخصين ميثاق ومشتاق. أوكي. قل هنا how does لو تشوفوا هنا الأسئلة how does فهذه أعزائي بعد القراءة بعد أن قرأناها هنا نرجع للأسئلة. يقول how does ميثاق feel about spiders؟ كيف يشعر ميثاق؟ يعني ما هو شعوره حول العناكب؟ ميثاق هنا طبعا أنا شوية كتعديلك غلط. ميثاق هذا لازم ميثاق hates spiders. شوية خطأ بالاسم. ميثاق hates spiders. أوكي هذا هو جوابه. طيب how does مشتاق feel about spider؟ كيف يعني يشعر مشتاق حول العناكب؟ مشتاق doesn't mind spiders. يعني مشتاق لا يمانع ما عنده مانع لا يبالي بالعناكب يعني ما يهتم بوجودها أو عدم وجودها. Are spiders useful؟ هل العناكب مفيدة؟ أوكي yes they are ما عندنا هذه لازم they are useful because they eat. هاي شوية سوت هذه ال R شوية فصلت بالطباعة. أوكي yes they are useful because they eat mosquitoes and flies. نعم هي مفيدة لأنها شنو تأكل البعوض and flies والذباب. أوكي زين. What is مشتاق going to do with this spider؟ ماذا يعني ينوي مشتاق أن يفعل بهذا العنكبوت؟ شنو اللي راح يسوي به؟ He's going to put it outside. ينوي أن يضعه في الخارج يطلع برا. أوكي أعزائي هذه راح تكون هالشكل للتعديل. وهنا عندنا ميثاق بس كتعديل لكم أعزائي. شوية أكو خطأ يصير خطأ بالطباعة نتيجة السرعة اللي هي كلها لخاطركم يعني من أجل أن حاول أقدم لكم شيء مفيد. أوكي أعزائي yes they are useful because they eat mosquitoes and flies. هاي الأجوبة. Where he's going to put it outside. أوكي انتهت أعزائي صفحة 29. تقبل وطيب تحياتي وإلى اللقاء. يقول لي choose suitable sentences to answer the speaker. اختار الأجوبة العفو الجمل المناسبة للإجابة على المتحدث أو المتكلم. I love chocolates. أنا أحب الشوكولاتة. So do I. كذلك أنا. أو تقدر تقول I don't. أوكي طيب. I don't like horror stories. أنا لا أحب قصص الرعب. Neither do I. وأنا كذلك طبعا ما ننسى النقطة. لازم نقطة أنا دائما تكون نقطة بالأخير. أوكي
I'm not afraid of rats. أنا لا أخشى أو أنا لا أخاف من الراتس الجرذان. هنا شوية بس ما يزول بين الماوس والماوس والجرذ. عندك رات وعندك ماوس. الماوس فأرة والرات جرذ. الجرذ اللي يكون ذيله طويل. الماوس هاي الفأرة اللي نعرفها الصغيرة. أما الجرذ يعني التعبير العراقي نسميه جريدي. هذا يكون الذيل مالته طويل فيسمى رات. اوكي طيب نيذر اما نيذر اماي وكذلك انا لا اخاف من الجرذان ويعني كذلك انا لا اخاف. هنا نيذر تكون مع الجمله هنا المنفيه وهاي جمله منفيه كان معها نيذر نايذر هنا مثبته وهكذا. اوكي مع هالسؤال My mother is afraid of dogs. أمي تخاف يعني تخاف من الكلاب. So am I وكذلك أنا. My favorite stories are comedies. قصصي المفضلة هي الكوميدية الهزلية. I don't mind them. تقدر تقول I don't mind them. أنا لا أمانع منها أو لا أبالي بها عادي. عادي يعني. طيب هاي الكلمات خليناها بهذني الفراغات. بيقولي practice saying the sentences. تمرن تدرب. مارس على قول أو لفظ هذه الجمل أنت وصديقك يعني صديقك يقول واحدة وأنت تقول الثانية وهكذا. ننتقل للصفحة الأخرى. Complete the sentences that they are true. أكمل الجمل اللي بحيث يعني تكون صحيحة. أوكي نشوف هنا. If there were no spiders. طبعا هاي الحالة الثانية إن شاء الله نشرحها. ننزل بها فيديو حيث شرحها. حالة F الشرطية الثانية second conditional. If there were no spiders. إذا لم يكن هناك عناكب in the world في العالم. Meetup happy. نقول would be happy. Would be happy. Okay. هاي طبقا للنص والملف الصوتي اللي ترجمت لكم اياه واستمعتوا له. يقول if there were no spiders اذا لم يكن هنالك عناكب there would be fewer mosquitoes. mosquitoes فسوف يكون هناك قليل يعني بعض اقل. there would be more mosquitoes راح يكون هناك الكثير من راح يكون هناك كثير من البعض. فالجواب B. If there were more mosquitoes in the world إذا كان يعني إذا كان هناك المزيد من البعوض في العالم people would get ill. فالناس من الممكن يعني سوف يعني يصبحون مرضى ill. If you were people would get ill ناس أقل راح يصيروا المرضى. لا هو كثير من الناس راح يصيروا المرضى لأن هاي mosquitoes تحمل الأمراض.